ولما اشتراها باع اللي وراه واللي قدامه حطه فيه. نعمل احنا ايه؟ ايه اللي هنعمله؟ حد كلمك يا حاجه من الحكومه او لابنك كنه؟ ولا حد كلمنا. احنا جينا رحنا انا بشوي شويه الذره وابني بيطلع على رزقه. جينا لقينا بيتكم تراب. لا حد قال لنا هنهج ولا حد قال لنا هنهج ولا هديك هنا لقينا زي ما انت شايف، ولا حتى ادوك وقت ان تطلعوا حاجتكم، ولا حتى فرصه نطلع حاجة. كل الحاجه متدغدغه. ولا بصوا على ورق يشوفوا البيت، ولا قالوا لنا ورق ورق ولا ورق. ولا حد قال لنا حاجه. الورق موجوده وبنينه بالاقساط، يعني ما معناش حاجه الا فضل ربنا. طب ما قالولكوش هيعوضوكوا هيدوكوا؟ ما حدش قال لنا حاجه خالص، ما حدش قال لنا حاجه. طب حاجه انتوا دلوقتي قاعدين فين؟ انا نايمه تحت الكوبري على البحر المخدد. وحتى كل الصحفيين صوروني وانا نايمه. طلع يا عسل اهو. طب وبقيت عيلتك يا حاجه دلوقتي انتوا فين دلوقتي؟ روحت امهم تجيب لنا اكل. من اللي هي انتوا كنتوا عايشين هنا كام نفر؟ العيله كام نفر؟ معلش اسرتين في البيت. حد حذركم؟ حد قال ان في حد هيتم اخلاء قبل كده؟ لا مفيش اي تحذير ولا حد جاب لنا فكره الموضوع خالص. مفيش اي تحذير ولا اي حاجه. انا جاي من شغلي على ملا وشي. هو حضرتك بتشتغل فين؟ في ال لا انا شغال في مستورد في التركيبات، يعني شغل خاص بالكهرباء. على الصبح بدري اتصلوا جم؟ اتصل بطلع من بيت الساعه 5:30. اتصل عليا الساعه 9 الحق الدنيا بتخرب. مراتي وعيالي عادي يصوتوا، يعني شاع عمري. شاع عمري. انت بنيت الارض دي واخدتها وعملتها؟ ايوه بس وانا الحمد لله انا ما كانوا هيهدوني، كانوا هيهدوني، كانوا هيهدوا بيتي، بس بيت اخواته بيت. حرام اللي حصل ده. هو حضرتك معلش حضرتك والله ملكهم الارض. ده ارض اهالي. ارض ملكيه خاص. ممكن نشوف الورقه متسجلة واللي هي ملكية خاصة للناس. انتوا هنا من اهالي الجزيرة نفسها؟ مش من الناس. انت بتقول محمية طبيعية، طب ديت محمية طبيعية، طب لما احنا نمشي انت مش هتعمل، مش في ناس هتقعد فيها؟ يعني انت هتطلعنا هتستخدمها ايه؟ ما انت اكيد هتقعد حد فيها. بس ايه انت عايز يقعد الناس اللي على مزاجه، فاهمة؟ احنا ناس غلابة صوتنا مش هيوصل، فخلاص هيدوس علينا. لا ان شاء الله هيوصل. دوت وصاحب الارض دي وباني عليها وكله قانوني؟ قانوني ووعود مسجله، ومش ارض املاك دوله ولا حاجه، يعني مش زي ما بيقولوا تعدي على الاراضي الزراعيه والكلام ده. لا لا مفيش كلام تعدي. هم عارفين ليهم 30 فدان في الجزيره، عارفينهم هم فين، وهم بياخدوا اجرها. بياخدوا هم اجرنا للفلاحين. عارفين الاراضي فين. ولو هي املاك دوله، طب دفع الناس اللي تعويضات بتاعت الكوبري دي منين؟ لو هي اوراق، لو هي ارض دوله هيدفع تعويضات؟ مش ممكن. كل دي كانت بيوت اللي مكان الكوبري، لما جم يعملوا الكوبري اهو، الكوبري ده زي ما جيت عمل كان كلها اراضي زراعيه وبيوت. ومع ذلك الناس ما قالتش حاجه. قالت مش مشكله، دي منفعه عامه والدنيا وكله هيعم خير على الناس كلها. ما حصلش. بعد ما عملوا الكوبري هم جايين يزولون يقول لك انت جنب حرم الكوبري. طب فين انا؟ فين الكوبري؟ طب الكوبري اتبنى، انا بني قبل منه، بعد الكوبري بنعمل معاه 10 سنين. وانت بتقول دي ارض دوله، مش ارض دوله، ارض مسجله. طب حاجة انتوا عندكم كم فرد في العيله؟ انا معايا 8 اولاد. معايا زوجتين. قاعد في البيت ده اتهد عليا انا وعيالي، قمت الصبح على هدت. حتى ما حذركش؟ ولا حذروا ولا حذروا ولا عملوا اي حاجه. لان لو على الاقل لو حذروا كنت خدت عيالي وطلعت. كنت مشيت. لو انذارات ما ادوش، اهو بقول لك، هم بيقولوا احنا باعتين انذارات للناس من شهرين، ما حصلش. انذار من شهرين، يعني انا واخد انذار من شهرين. انام في بيتي انا وعيالي لحد ما يجي يهدوا عليا؟ مش ممكن. هما في جون في رمضان بعدين كل بتوع المجلس المحلي قابضين على البيوت دي كلها. قابضين ان هي واخدين فلوس على امال ايه؟ بيقاول صاحب البيت هنا بيقول له انت البيت ده بكام؟ ب 10,000 جنيه، ب 5,000 جنيه، بيقاولوا عليه. هتعمل الدور بجازه؟ في المجلس المحلي. المجلس المحلي كلهم كده. كلهم كده. اللي جايين ينفذوا دول هم بتوع المجلس المحلي، هم اللي بيقبضوا.
اللي هما بيبعتوه المهندسين اللي بيقولك عليهم بتوع الحي بتوع الحي بتوع الحي، كل الناس دي واخده منها فلوس. ما افتكرتوش الا النهارده بس ان البيوت دي مخالفه؟ ما تعرفوش ان البيوت دي مخالفه؟ ومخالفه ايه؟ مخالفه مباني. انتوا بقى ما حطوناش مخالفه مباني، انتوا حطيتونا سارقين ارض وبنين مخالفين. طب ما مصر كلها مخالفه. يقولك عشوائيات. طب ما مصر فيها 20,000 عشوائيات. يقولك اراضي زراعيه. طب ما مصر كلها ارض زراعيه. يقولك النيل تلويث النيل. طب ما احنا كلنا هنا عاملين ابيض ترانشات، مفيش حد بيودي حاجه على النيل. طب ما انا بشرب منها برضه. هو النيل ده بيشرب منه هو وانا ما بشربش منه؟ كلها اللي عامل بيارات يعني كل اللي هنا ترانشات مش على النيل. لا ما فيش حاجه على النيل. يثبت يصور كده يروح على النيل كده يوريني ماسوره على النيل. ما فيش الكلام ده يا اختي. ما حصلش. حتى الميه اللي بتيجي هنا بتاعت المحطه ميه ما تتشربش، ومع ذلك بندفع ثمنها وغاليه. مفيش اي مرافق هنا. يعني هنا المرافق في مفيش مرافق، انتوا اللي عاملين كل حاجه احنا عاملينها هنا. كل حاجه هنا. هنا لا في مفيش الا واحده بقى طريقه واحده تعبانه هنا مفيش غيرها. اللي هنا اللي يعيا يموت، ما حدش يسال عنه ولا يشوف. اللي هنا اللي يتعب المعديه الساعه 12 بتروح خالص يطلع، لازم يطلع بره اكلنا وشربنا. نطلع بنطلع نجيبه من بره. هنا المباني غاليه. المباني هنا الطوبة اللي كسرها الحاجة دي كلها، الحاجات دي كلها جديدة لسه. أنا بقالي 10 سنين بعمل في أم البيت ده، يرضي ربنا. لما يجي يهدوا عليا كده بالمنظر ده أنا وعيالي بالمنظر ده ليه يعني؟ خليني أنا مخالف تتعامل معايا بالشكل ده؟ هنديله له انذار ويطلع ياسر البيت ويطلع. وأنا مش مخالف. هتقول لي مباني عشوائية، مصر كلها مليانة مباني عشوائية. اشمعنى ما حسبتش الناس اللي بره؟ انت كان حاسب الناس الغلابه بس، ويقول لك الناس ضربونا وطلعوا علينا بالالي وطلعوا علينا مين معاه الي وخرطوش؟ هو انا معانا الي ومعانا خرطوش؟ كان ده بقى حنا كنت عملته اللي انتوا عملتوه ده؟ مش كان لو هو لو في فعل رد فعل مننا بالمنظر اللي هم بيقولوا عليه ده، مش كان حصل فين اللي حصل ده؟ بس بصراحه الداخليه لما جت هنا ما اتدخلتش، ما كملتش، ما اتكلمتش. هي اللي عملت التهديد كله بتوع المجلس المحلي. انا بكلم الظابط هنا بقول له يا عم حضرتك يعني اللي بيحصل ده اتهدى عليا بيت انا وعيالي، ولو اتكلمت او حد تعمل اي حاجه تقولوا علينا ارهابيين. قال احنا مالناش دعوه، احنا جايين تامين. حتى لما حصل الناس بقت هنا دخلت قال العيال الحقوا العيال العيال جوه الحقوا العيال جوه الحريم والرجال هنا يمشوهم. القوات اللي هي انسحبت مشت، ما عملوش حاجه بصراحه. طبعا انت لما تخيلها بقى لما يروح زي ده مديون يعني الراجل ده عمل بيت ده والله مديون طوب الارض بسببه ولسه ما عادش فيه. اتهد ده بيت الراجل ده بقى بيجي شغال بيجي يريح في اوضه عاملها بالطينه اهي. بيجي يريح فيها هو وعياله هدوها له وجابوها عليها وطيه. يرضي ربنا؟ ليه؟ عمل ايه ده؟ ولا عمل حاجه ولا مخالف ولا ارض حكوميه. ارض املاك دوله، املاك خاصه مش املاك حكوميه. مش ارض دوله. طب هتعملوا ايه بعد كده اهوت؟ هترفعوا قضيه؟ احنا مش حاجه، احنا عايزين حد يشوف يجي يقول لنا الصوره شكلها ايه؟ يوضح. انتوا قاعدين على ارض دوله ولا قاعدين على ارض ملكيه خاصه؟ قاعدين على ارض دوله حاسبونا. قولوا لنا هتدفعوا ايه؟ هتعملوا ايه؟ هتمشوا ازاي؟ تروحوا ايه؟ تروحوا انما من المنظر ده انت هنا مدي عمالين ندفع ضرائب ندفع ده ومفيش اي خدمات، مفيش هنا اي حاجه. هنا مفيش اي حاجه، هنا اكلك بتجيبيه من بره، شغلك بتجيبيه من بره، حتى شغلنا انا راجل ارزاق على الله. بطلع اشتغل بره. هنا مفيش شغل. هنا خلي بالك اللي بيجي حضرتك هنا الجزيره دي تعبان. معدم خالص. معدم، لانه ما بيقدرش يسكن بره. اجراءات بره عاليه جدا، مع حضرتك اديك عارف الاسعار دلوقتي شكلها ايه، اللي معاه 7-8 عيال يجيب من ايه؟ انا معايا اولادي كلهم في المدارس. اجيب من ايه؟ وقفنا الطريق. روحنا عدينا المستشفى، المستشفى عايز تطلع قرار مش عايز تطرح تصريح دفن، ان هو ايه قلنا نطلع تصريح دفن ان هو مخنوق ما الطبيعي. ده في امبابه صح؟ مش عارف. المستشفى المركزي. امبابه المركزي. البلي مالي مالي جسمه مخر بوظه خالص. بيتك عايز ايه من الحكومه دلوقتي؟ ان انا عايزه عدل ربنا حق ربنا الحكومة تاخد أرضها، بس في مباني على أرضها قبل ما تاخد المباني تشوف بديل للناس اللي فيها 2000 مصنع وياخدوا الدولة ياخدوها وأرض الأرض ياخدوها وشوفوا حل للمواطنين ال 2500 بني آدم اللي قاعدين في أملاك الدولة، شوفوا لهم بديل بس. بس هو أنا متشكر.